جينا بقى للمطبخ واحنا من بدري عمالين نلعب وجعانين وعطشانين وحاجات كتيره قوي، صح يا بنات؟ هنفوق بقى ونعمل عصير حلو يدينا كده انرجي وطاقه ويخلينا نبقى مركزين. ايه رايكم؟ ايه رايك يا استاذه؟ نفسي تفوقي، تيجي نعمل عصير كوكتيل؟ ايه رايكم؟ ماشي. ايه رايكم نايمين لي كده ليه؟ ماشي. جبنا اهو الجار بتاعنا اللي بنخلط فيه، هنحط ايه؟ ده ايه ده؟ ايه ده؟ تفاح. تفاح، حطي تفاح. ايوه شكرا. هي بقى تحط ده ايه ده؟ كيو. حطي كيو. ايوه كده، حطينا تفاح وكيوي. هاتي معلقه عشان نحط سكر. اهو الشمال، الشمال هنا. نحط ايه؟ قد ايه معلقه سكر؟ معلقتين مثلا؟ معلقتين ثلاثه عشان ايه؟ المزازه. واحد اثنين ثلاثة، فاضل ايه عشان نعمل عصير؟ ميه. ميه، فين الميه؟ ايوه متشكرين قوي، حطيها تحت. نصب الميه بس كده. مين بقى اصلا متعود يعمل حاجات في البيت في المطبخ؟ انت بتعملي ايه يا لينا؟ بساعد ماما. في ايه؟ لما هي بتيجي تعمل حاجه. زي ايه مثلا؟ زي كيكه. كيكه، اوكي. وانتي؟ بساعدها لما بيبقى مثلا ماما مثلا بتبقى في المطبخ وبتعمل حاجه، بساعدها تناوليها الحاجه، تديها الحاجه. ماشي. طيب ايه رايكم العصير ده سهل؟ طب هنعمل ايه عشان نساعد ماما بيها؟ هنقول لها ايه؟ عايزين ايه؟ عايزين ايه عشان نعمل عصير؟ ايه؟ عندنا فاكهه ايه؟ تفاح وكيوي. تفاح وكيوي، ونقطعهم ونقشرهم ونحط ميه وسكر ونقوم متاكدين ان هو مقفول ونشغل البلندر. يلا خلاص. يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي. امسك امسك، خليك حاطه ماسك. اقفلي بقى انت. بس كده. جهز في قد ايه؟ ثواني. ممكن ياخد بس دقايق قبلها الوقت اللي احنا نقطع فيه التفاح والكيوي، بس غير كده الموضوع جاهز. وفي كميه فيتامينز مش عاديه، مفيد، لذيذ، فريش، بيدي طاقه، وهندوقه حالا. واللي عايزه سمودي طبعا، عايزه التلج عليه زي ما احنا اتعودنا وعرفنا من رحلاتنا اللي فاتت بنعمل ايه عشان يبقى سمودي، صح كده؟ اللي نفسه يحط برضه لبن عادي مع الكيوي والتفاح، بس طبعا مع الكيوي بيفضل الميه بس، ولكن اللي عايزه يبقى مفيد اكتر وبيحب اللبن جدا يحط لبن. ايه رايكم تدوقوه؟ يلا ندوق. حلو العصير اللي انتوا عملتوه؟ حلو قوي قوي يعني؟ وسكره مظبوط؟ بجد؟ طيب حلو قوي، تعالوا بقى نشوف هنعمل اكله ايه، روحوا دوقوهم بقى ايه لماما وطارق. مين بيساعد ماما؟ انا. مين بيعمل ايه في المطبخ؟ احكولي. بعمل سندوتشات. مكرونه. ساعد بقى اعمل معاها بسكوت وكيك. بسكوت وكيك، ده ليفل قوي قوي. وانت بتعملي ايه؟ ساعد بغسل المواعين، وساعد احب قوي البنات اللي تغسل المواعين اصلا. ايوه. وساعد بعمل مع ماما الاكل. اوكي حلو قوي. تعالوا النهارده اعلمكم بقى ازاي نعمل سيزر سالاد. مين بيحب السيزر سالاد؟ تحبها قوي يعني؟ طب بص بقى، انا اعلمك بقى تعملها ازاي، تعملها في البيت وتقريهم سيزر سالاد في البيت، ونبقاش بنشتريها من حته تاني. ايه رايك؟ ماشي. ماشي. حضرتك هتبقى بتعمل لي الدريسنج بتاع السلطه بتاعتنا، الصوص، وحضرتك هتبقي بتجهزي لي السلطه. انا مجهزه نص الموضوع، احنا جايبين فراخ متشوحه حاطين عليها التوابل بتاعتها، ملح وفلفل وكمون وبهارات، ومتشوحه على النار عادي جدا، ومقطعينهم زي ما انتم شايفين كده. عملت انا الخطوه دي اوريدي، هنعمل الباقي. هنجيب ايه؟ البوله بتاعتنا، ونحط ايه؟ سيزر سالاد. يعني ايه؟ يعني ايه؟ خس. طب بتوشوشيني ليه؟ يعني خس، حطي الخس بتاعك. حضرتك بقى هتعمل الدريسنج ده ايه؟ مايونيز. مايونيز، اتفضل امسكه كده، اجيب لك معلقه. ماشي. اوكي. حطه كله؟ حط، اتفضل. حطيتي الخس كله؟ حلو قوي، اللي مش عايزينه نحطه تحت. جميل جدا جدا الكلام ده. حطينا الخس ومظبطين الحاجات بتاعتنا. تعالي ساعدينا هنا في الدريسنج.
حلو قوي. حطينا ايه؟ مايونيز. نحط شويه توم. ارجوك. ممكن؟ ماشي. ماشي. حلو. نحط ايه كمان غير التوم؟ بهارات، فراخ. يا سلام يا سلام. حلو قوي الكلام ده. حط بابريكا ده. ده ايه؟ بابريكا. تقولي في ودني ليه؟ ما تقولي بصوت عالي بابريكا. احترت ما احترتي ليه؟ الموضوع ما مش محير خالص، لونها احمر. ماشي. طيب مين يعرف يقولي ايه فوائد البروتين بقى؟ نسينا ليمون. شفت بقى؟ بيكونه. بيقوي ايه بقى فينا؟ بما انك رياضي. برافو. العضلات. وبيطول الشعر. ده ايه ده اللي حطيناه حالا؟ ليمون. ليمون. برافو. وبيطول الشعر. برافو. ايه كمان؟ ويخلينا نشيطين. وهيلثي. وهيلثي طبعا بقى. يعني احنا بنعمل سلطه كده، سلطه فيها خضار وفيها ايه كمان؟ مين؟ بروتين. يلا اقعد لحد فيكم. يلا. وبروتين بالظبط. الفراخ. وعملنا كمان ديليشس دريسنج. يبقى خطير. طيب حطينا الخس. ممكن تحط لنا بقى باصابعك الذهبيه دي الفراخ اللي احنا مجهزينها اوريدي. ساعدك. ما حطيها بمنظر بقى زي ما بيعملوها بقى عشان نوريهم ان احنا جامدين. ايوه كده كده. عملت دريسنج يا استاذ؟ اه. حلو. الصوص بتاع سيزر سالاد مع الاستاذ حمزه. حطي ده تحتك كده. وجايبين عيش برضو توست ومحمصينه وحاطينه ينشف. وهنحطه كده اهو. لما يشرب بقى الصوص ما اقولكوش. خلصت الصوص يا استاذ؟ اه. طيب. مهم جدا ان احنا ناخد بالنا من نظافه المطبخ. خلصنا الصوص، نحط الصوص بقى، نشوف بقى الحلاوه والطعامه اللي انتوا عملتوها. طب الجبنه. هنحط الجبنه في الاخر، ما قلتلكش ولا ايه؟ يلا شيء بينا. شكرا كده. ومش عايزين دي كمان، خلي الصوص اهو. بس كنت عايزه ايه؟ اتاكد من الصوص افري وير. ونحط بقى مين هيرش رشه الجبنه بقى الاخيره؟ يلا بينا انتوا الاثنين. يلا رشه جبنه اخيره كده. دي طبعا جبنه بارميجن. ممكن نحط تشادر كتير قوي بس يلا. وممكن نحط اي جبنه بنحبها عندنا بس دي جبنه بارميجن. ونبقى كده خلصنا سيزر سالاد في اقل من دقايق والله. ندوقها بقى ونشوف عمايل ايدينا عشان نتاكد ان احنا جامدين جدا. وتقولوا لي هتعملوها في البيت ولا لا. يلا نقلب بقى كده عشان ايه كله يجي. ايوه كده كله يطلع. اللي يطلع بقى معاك كله. يلا بالسلطه بقى ايوه. انت ايه ايه ده؟ اليوم. طب ايه ده؟ طب ايه ده؟ كلية. قربي. ايه الاخبار؟ حلوة قوي. حلوة قوي. ها؟ ديليشس قوي يعني. كنت عارف بتتعمل ازاي؟ اصلا من الاول؟ عملتها كده قبل كده يعني بالطريقة دي؟ بجد؟ طب نايس. حلو قوي. انت كنت عارفة بتتعمل ازاي؟ بجد والله؟ يعني انتوا ما اتعلمتوش حاجة جديدة؟ بس كلنا. أهم حاجة. طيب المهم انتوا اللي ما كانش عارف بيعملها ازاي؟ عارف بيعملها ازاي؟ طعمها خطير. هنقعد نكمل اكل فيها. انه احنا نسمع بقى اغنيه حلوه. بس النهارده بقى قولوا لي اتبسطتوا قد ايه؟ جدا جدا. ها؟ انت مبسوط قوي بالاكل كمان. طب ايه رايكم نكمل احنا اكل ونقول لهم باي باي؟ باي. عايزه اكل تاني انا.